السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعلم ازاي تعمل انكريس للابلود بتاع الملفات بتاعتك في الورد بريس، يعني تزود حجم الملفات اللي ممكن ترفعها. هنا لو تكينا مثلا ميديا اد نيو، لو انت جاي بترفع مثلا اي صورة هتلاقي هنا مثلا السايز الماكسيمم بتاعه 128 ميجا، في ممكن تستبيت وورد بريس على سيرفر تاني تبص تلاقي 8 ميجا بس، وفي 2 ميجا وفي 5، على حسب يعني ايه اللي عندك. المهم هما في طريقتين اللي ممكن تزود بيهم الفايل ماكسيمم ابلود من خلال السي بانل. تمام، اول طريقة هتخش على السي بانل بتاعتك عادي، تمام، وبعدين هتخش فايل مانجر public html web admin، وبعدين هتعمل create file هسميه php.ini، create new file. تمام، بعد كده هتدور عليه عشان نعمل له edit، فين اهوت، تقف عليه كليك يمين edit edit، تمام، وتقوم حاطط الكود دوت. تغير هنا بقى ايه الفايل سايز زي ما انت عايز، تخليه مثلا 1000 ميجا، 1000 مثلا. الطريقة دي ممكن تشتغل معاك في نوع من انواع السيرفرات، وممكن ما اشتغلش على سيرفر تاني. هنعمل هنا، هنروح نجرب، هنعمل ريفريش، تمام كده الطريقة دي ما اشتغلتش. بس مش معنى انها ما اشتغلتش على السيرفر ده ان هو مش هيشتغل على السيرفر عندك، فانا يعني اجرب بالطريقتين. الطريقة دي كده ما اشتغلتش على السيرفر ده، تمام. هنا لسه برضو ايه كده 128 ميجا. خلاص هنشوف الطريقة التانية، هتخش على السي بانل، تمام، هتنزل مالتي php.ini editor، تتك عليها، تمام. هنا هتختار هنا الهوم دايركتوري، او هنا اسم الموقع بتاعك اللي انت عايزه. في هنا البوست ماكس سايز اللي هو 128، وهنا دوت برضو 128 برشان للتخت. هنزود دوت، هنزود له واحد خليه 1000، وهنا دوت هنخليه 1000، تمام، تك ابلاي. هنروح كده نعمل ريفريش، تمام كده خلاص بقى السايز 1 جيجا، تمام. هتجرب بالطريقتين، الطريقة الأولى لو ما اشتغلتش معاك يبقى تجرب بالطريقة التانية اللي هو من السي بانل المالتي بي اتش بي اي ان اي اديتور. بس ده كده كان كل شيء في درسنا اليوم، وشكرا ليكم.